سحرية قيلت وقالها الأستاذ محمد هي التوافق. هل الكلمة هذه اللي ربما ميزت التجربة التونسية خلال السنوات الماضية، هل يمكن أن نقول أنه ربما التجربة التونسية انتصرت في ليبيا؟ هو النموذج التونسي انتصر في ليبيا لأنه حتى على المستوى الدولي هناك زوز مشاريع في شمال إفريقيا، إما بسط أمن عسكري الكل وهذا النموذج المصري، و أو ما يسمى برؤية الجناحين، بما يعني أن الثورة التونسية تبسط جناحيها يعني لنجاح المسار الديمقراطي يسارا في اتجاه معناها ليبيا، وأيضا غربا في اتجاه ترعى المؤسسة العسكرية الجزائرية على العملية الديمقراطية. ولكن أنت سألت السيد سؤال مهم جدا، أنا أعتقد أن الحقيقة اللي يجب أن تقال بعيدا عن المجاملات ومعناها الانشراح اللي ينتج موقع، هو ثم توازن ضعف وقع محليا واقليميا ودوليا. معناه الاطراف لم تستطع اي من الاطراف طرفي الصراع الحسم العسكري الميداني، بمعنى ان ينتج القذافي 2 او معناها استنساخ تجربه سيسي مصر على في ليبيا، معناها سيسي ليبيا يكون حافظ سيسي ليبيا، هذا مشاريع سقطت. ايضا مقابل ذلك حتى المقابلين لحافتر لم يستطيعوا ان يحزوا امره وتوقفوا في سرت. ثم توازنات اقليميه، معناها عوده الاتراك بقوه معناها كمحور قطري تركي مقابل المحور المصري السعودي الاماراتي اللي لعب معناها من 2015 حتى 2020. ايضا ثم على مستوى الدولي هناك صراع فرنسي ايطالي يقابل صراع امريكي روسي وامريكي صيني، بالتالي التوازنات الدوليه توازن الضعف ولا سميه توازن القوى هو اللي يخلي الحرب في ليبيا لن تعود، وان الخيار العسكري أصبح من الماضي. إضافة إلى ذلك اللاعب الأمريكي هو لاعب قوي في الملف الليبي، لأنه أمريكا عندها ثلاث خطوط حمر في ليبيا حتى واحد يجي يمسها مستقبلا، ملف الإرهاب وملف النفط والثروات وملف أن يتواجد الروس مباشرة وبشكل مباشر وعسكري وعيني في ليبيا، وبالتالي وضعي لن يمسوا الخطوط الحمر هذه. وبالتالي الانتقال الآن إلى تجربة ديمقراطية معناها البعد الآخر هو أن العقل الغربي، هذه رؤيتي أنا الفلسفية للأشياء قراءتي للمعنى، المشروع الغربي والأمريكي بالذات هو عقل ناسخ بمنع يستحضر التاريخ ويسقط. بالتالي التجربة التونسية سنة 2014 هي تجربة ناجحة في أنها من حوار هزدنا عملية سياسية، ذهبنا إلى انتخابات، ومن الانتخابات أصبح كل شخص يعرف باللغة الدارجة من يعرف شربه. في ليبيا أيضا عبد الحميد البيبة هو مهدي جمعة 2، بما يعني هو مهدي جمعة ليبيا. شي نجم يعمل في 7 شهور يحسن الخدمات، بما يعني الكهرباء خلال 7 سنوات الماضية انقطع في ليبيا في مرتين 3 في النهار، والسيولة بما يعني عندك فلوس البنك وما نجمش تاخذ سيولة، وجملة من الخدمات على غرار الخدمات الصحية. والتحدي الثالث هو يواجه كورونا، معناها في جائحة كورونا. بالتالي هو إذا كان يحق لأولياء الثلاثة وضع مش يكونوا أمناء، مهدي جمعة في تونس سنة 2014 نجح في نقطة اللي هي أنه أوصل البلاد إلى الانتخابات. إذا كان ينجح دبيبة في أن يوصل البلاد إلى انتخابات وأن يرضن الجميع بالنتائج، لأنه هو هذه المشكلة الإشكال، بما يعني أنه في ليبيا هو بلد اجتماعيا معناها مش نفس التركيبة. ينجم واحد يقول لي أنت تحكي على نجاح النموذج التونسي، مقابل ذلك ثم سؤال مهم الخصوصية، هل ما هوش كيف كيف هو والزمن مش كيف كيف، ما مش كان 2014 كان 2021 حتى، معناها ساعتها كانوا موجودين حتى في معناها في 2014 كانوا موجودين الديمقراطيين ولكن جو بعدهم الجمهوريين. الخصائص ينظر إليها طبعا مش نفس الإشكالات ونفس الفاعلين لا السياسيين ولا الاجتماعيين، معناها لأنه في ليبيا معناها خصائص الحياة الاجتماعية والثقافية والفكرية ليست هي نفسها في تونس، لكن على المستوى السياسي المهم جدا أن ثم حكومة انتقالية تنتقل بالبلد إلى ناس يجيبهم صندوق الاقتراع. جاب صندوق الاقتراع تفضل احكم، ما جاك صندوق الاقتراع استنى 5 سنين تو تحكم.